السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل حركة في قلب المكان اللي احنا بنعمله رندر دوت. فهاجي هنا هقول له بريزنت، وبعد كده هقول له بريزنت. طيب هنفترض مثلا ان احنا عندنا شخص او الشخص هوت، وتقدر بقى ان انت تتحكم فيه، ان هو مثلا ممكن نقول له احنا عايزين نعمل موف، فمن خلال الاسهم هو بيتحرك، وممكن ندوس شيفت على اساس ان هو يبدأ يجري. عايز تنط هتدوس مسافة، ممكن هو بيمشي تخليه يجري وينط. خلينا ندوس شيفت اهو بيجري وينط بالشكل دوت. طيب عايزين نغير الشخصية، هنلاقي حرف السي، يبقى احنا كده دخلنا جوه الشخص نفسه. كل ما بيتحرك احنا بنشوف هو بيشوف ايه، بان احنا الشخص اللي كان بيتمشى. هندوس تي تاني، خلاص يظهر الشخص زي ما انت شايف. طيب عايزين نخرج من الشخصية ديت، هدوس اكس اسكيب، كده انا خرجت من الشخصية ديت. طيب ممكن نقول له احنا عايزين نسوق عربية، اظن حق لينا يعني. تمام طيب نبدأ بقى نتحرك اهو. برضو من خلال ال W وال A وال S D زي باقي الألعاب، وتقدر تدوس حرف السي عشان تغير الشخصية، تغير السيارة. وعندنا سرعات من 1 و2 و3 و4، تقدر تتحكم في السرعة. طيب عايز ادخل انا جوه السيارة، هدوس حرف T وابدأ امشي بالشكل دوت. طيب هدوس اسكيب عشان نخرج من السيارة، ونختار بقى عجلة، وبعد كده هنغير شخصية اهوت، وبعد كده همشي. هدوس شيفت وابدأ امشي اهو بالعجلة، وبرضو من خلال الماوس تقدر تتحكم فيه وراح عن اتجاه. طيب لو انت عايز تسجل فيديو، فممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل سكرين شوت، او عايز ان انا اسجل ريكورد فيديو للي هيحصل. فانت كده شغال، اي حاجة تعملها هيبدأ هو يسجلها.